يقول السائل: بعدما أكملت الطواف ذهبت إلى السعي ولم أصلي ركعتين بعد الطواف، ولم أغتسل أو أتوضأ من بئر زمزم، ولم أذكر ذلك إلا بعد الخروج من المسجد، ولم أترك ذلك إلا نسيانا فقط، أفيدونا جزاكم الله خير. أولا، صلاة الركعتين بعد الطواف سنة ليست بواجبتين، فمن تركهما فلا حرج عليه وطوافه صحيح، لكن كونه يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم أو في أي مكان من المسجد أفضل، كونه يصلي ركعتين بعد الطواف أفضل، ولو تركهما فلا حرج عليه. وأما قضية زمزم، المشروع هو أن تشرب منها فقط، المشروع أنك تشرب منها وتتضلع منها إذا كنت مفطرا، أما إذا كنت صائما فلا يجوز أنك تشرب من زمزم، ولا يشرع أنك تغتسل من زمزم أو تتوضأ من زمزم قبل السعي، هذا ما هو مشروع.